فرقتين والتأهيل صراع جدا اكتر مع في المنتخبين. المنتخبين. سجلوا المنتخب الفرنسي والمنتخب البولندي، واستطاع المنتخب الفرنسي النهارده ان يفوز على المنتخب البولندي 3-1، يعني في مباراه ما اعتقدش ان حد كان شايف ان هي مفاجاه، بالعكس. بالطبع طبعا يا كابتن، بولندا ممكن ما بتقدمش احسن مستوى فنيا، يمكن انا كنت اتمنى ان المكسيك او السعوديه تصعد من المجموعه، كان هيقدموا مستوى اعلى، بالذات المكسيك. المكسيك اسرع بكتير، اللي عندهم عناصر هايله جدا يقدروا يلعبوا يجاروا فرنسا. النهارده شفنا المنتخب البولندي مش بيجاري فرنسا في اي حاجه، امبابي لما كان بينطلق محدش بيجري. امبابي هداف البطوله، 5 اهداف دلوقتي، وتخطى بالمناسبه يا كابتن، وصل ل9 اهداف في كاس العالم، بيتخطى رونالدو مزبوط. وبيتعادل مع ميسي وبيعدي اساطير كبير زي زيدان وبيليه ومارادونا، بيعديهم في الاهداف ده ولسه 23 سنه. بصراحه يا كابتن فرنسا بتمتلك عناصر وبالذات في السرعات، يعني انا عندي دلوقتي امبابي وديمبلي الجناحين بتوعي اسرع اتنين بيعملوا دريبلينج في العالم دلوقتي، ياخدوا كوره وينطلق بيها حقيقي. ومحدش يعرف يجيبهم. حاليا امبابي النهارده اثبت لنا هو مش محتاج خارج التقييم، هو لاعب كبير جدا بيلعب يعني بيلاقي البعيده. مش لاعب خارج التقييم وجهه نظري، في النهارده هو المباريات يا كويس، كابتن. النهارده هو كويس، ممكن بكره يبقى وحش، خلي بالك. ده طبيعي يا كابتن، ده طبيعي ان كل واحد بيطلع وبينزل، بس امبابي بقاله كام موسم ريال مدريد بصراحة هيموت عليه. يعني بصراحه هو لاعب متالق على مدى المواسم اللي فاتت، وده يخلي ان العالم كله بيتكلم عليه. كان قريب فتره برضه من ليفربول. الفكره كلها برضه يا كابتن نرجع نقول ان امبابي من افضل احسن لعيبه، من افضل لعيبه في العالم حاليا، وبصراحه بسرعته بالكوره بصراحه هو وديمبلي الاثنين هيشكلوا خطوره جدا على المنتخب الانجليزي في الماتش الجاي. بس قدام بولندا كانت فرق مستويات باين جدا، وده اللي رجح الكفه لناحيه فرنسا. برضو المنتخب الفرنسي الكل كان بيراهن على المنتخب الفرنسي، يعني معروف يا ايهاب ان كانت دايما خلال على الاقل الدورتين الاخيرتين الفريق اللي بياخد كاس العالم بيخرج من دور مبكرا 16 او مبكرا. يعني فرنسا اعتقد انها كسرت هذا الامر حتى الان طبعا. حتى الان فرنسا يعني. كسر طبعا النقطه دي. منتخب فرنسا كان بيقابل الفريق الوحيد من وجهه نظري الذي لا يستحق التواجد في كاس العالم، مش لا يستحق التواجد في دور ال 16، لا يستحق التواجد في كاس العالم. منتخب بولندا صعد نهائيات كاس العالم ضربه حظ زي ما بنقول بدل روسيا، في ظل المشاكل اللي حصلت اللي واجهت روسيا والحرب الاوكرانيه، فدخل منتخب بولندا مكانهم. دور المجموعات منتخب السعوديه تلاعبت بيه تماما، لولا قله الخبره عند المنتخب السعودي كان ممكن يكسب المباراه دي 3-4. منتخب لا يستحق التاهل اساسا، كانت نتيجه طبيعيه. النهارده انا شايف المباراه يا كابتن اتفرجت عليها يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه، منتخب فرنسا انا شايف كمان ما تعبش. منتخب فرنسا تقريبا كان بيلعب باقل جهد ممكن، كان ذكي جدا ديشامب زي ما حضرتك قلت في البطوله في نص السيزون. الماتش اللي فات ما بصش للانتقادات ايه ده انك تخسر ومش الكلام ده، لا، لعب بتشكيله بديله كلها قدام تونس، معظم اللعيبه البدلاء خسروا واحد صحيح. بس مش مشكله، انا كده كده ضمنت التاهل وضمنت التاهل اول المجموعه. فكان ماتش تحصيل حاصل بالنسبه له، جرب اللعيبه البدلاء معاه كمان كلهم عشان بقيه مشوار البطوله. جه قدام بولندا لعب على، انا شايف انه لعب على الواقف. يعني النهارده حضرتك لو شفت الهدف الاول، الهدفين بتوع امبابي بقمه يعني السهل الممتنع زي ما بنقول، لعيب عالي جدا عنده امكانيات قويه جدا، بيرقص ترقيصه صغيره وبيشوط مركز، عنده هدف. احد ابرز لعيب البطوله حتى الان، ان لم يكن الابرز في البطوله حتى الان، هو مبابي. طيب هل من الممكن ان مبابي ياخد احسن لاعب في هذه البطوله يا مصطفى من وجهه نظرك لو كمل يعني؟ لحد دلوقتي هو ابرز لاعب في المنتخب. انا بصراحه متضايق قوي على الماتش اللي جاي، فموضوع الهداف ده هو بصراحه هو فرق يا كابتن، هو حاليا القائد جوه الملعب لفرنسا. فرنسا بتعتمد عليه كليا او بعض الشيء بجزء كبير، ان مبابي عنده سرعات هائله جدا وبيعرف يفنش كويس. النهارده اثبتها في الفينش، الجون الاول طبيعي ان كل الناس قالت هو رجل يلعب المباراه طبعا. طبعا عمل اسيست وهدفين بصراحه، ما فيش بعد كده يعني. وفي غياب كوكبه من النجوم يا كابتن، يعني صحيح. يعني هو اساسا تحس ان منتخب فرنسا النجم رقم واحد في الهجوم في فرنسا الموسم ده، واللي كل الناس بتتكلم عليه كريم بنزيما، افضل لاعب في العالم. جيت انا خسرته، وجيت خسرت نوانكو كمان بتاع لايبزيج الهداف بتاعهم صحيح، كمان اللي كان منضم اصابه قبل البطوله بيومين. فكانت الامال كبيره جدا على امبابي وتعلقت بيه الامال، وغياب كمان نيجولو كانتي وبوجبا عناصر مهمة جدا واسماء كبيرة جدا. وجيرو كمان قدر يكسر ان هو يبقى الهداف التاريخي يعني للفرنسا صحيح. النهارده تخطى تيري اونري بقى 52 هدف وبقى الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا صحيح. لاعب يعني زي ما بنقول مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني لاعب ما كانش متوقع انه يشارك في وجود بنزيما خالص. طبعا كان بنزيما هيبقى الفرود الاساسي اللي موجود مكانه، ولكن غياب بنزيما منحه الفرصة انه يشارك بشكل اساسي في المباريات ويحقق رقم تاريخي.